أن لا تظن أن الشرك شرك فقط، لا، انتبه، يبدأ صغائر يرتقي كبائر، يرتقي أصغر حتى يوقعك في الأكبر. أول ما بدأ به الشيطان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بدعة. ما هي البدعة؟ الحق محبة الصالحين، ابتدع في محبة الصالحين، قال صوروا تماثيلهم واعكفوا على قبورهم حتى عبدت من دون الله، وقع في الشرك الأكبر. انتبه من الصغائر تجرك للكبائر، والكبائر أصغر أصغر أكبر. آدم عليه الصلاة والسلام نبي. يقول بعض العلماء لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن ما استطعنا نتكلم بكلمة. ظل يوسوس حتى أوقع آدم عليه الصلاة والسلام. يتركك؟ والله مو ترك، سد عليه كل الأبواب من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله. يقول الشيخ لا والله ما سد فيه طريق، لا يمكن يغلق الشيطان. وهو هنا تلتجئ إلى الله، هذا التوحيد. لا تظن ترى بالعلم، لا، العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، توراة وإنجيل، ماذا صنع؟ يؤمنون بالجبت. إذن العلم لا يعصم من الوقوع.